المعهد التقني في كركوك مواقع قوات البيشمركة غربي المدينة بهدف دعم ومساندة قوات البيشمركة في حربها ضد إرهابي داعش. وأشاد الوفد خلال الزيارة بدور قوات البيشمركة في حماية أرواح وممتلكات أهالي كركوك دون تمييز، مؤكدا أن كركوك تعيش حالة من الأمن والأمان بفضل تواجد قوات البيشمركة. وقدم الوفد معونات ومستلزمات لقوات البيشمركة في إطار الدعم الكبير والمتواصل لقوات البيشمركة من مختلف الشرائح والمكونات. اليوم نحن نقف بجنب المقاتلين أخواننا البيشمركة الذين يدافعون عن مدينة كركوك بكل بسالة وشجاعة، ونحن بدورنا نعتز بهذا الإنجاز العظيم الذي ينجزوه للمحافظة على هذه المدينة العريقة، مدينة التآخي التي يعيش فيها كل القوميات المتآخية كردا وعربا وتركمانا ومسيحيين. ونحن فخورون جدا اليوم نقف معهم ونمد يد العون معنويا وعلميا لنقف بجانبهم قلما مع البندقية للدفاع عن ذود هذه المدينة. أما في خنقين زار وفد من